بس يا حبيبي بقى يا زينه، انت يا اسمك زينه. حاضر حاضر. في يا ستي متعصبه كده ليه؟ في ايه؟ بقى يا زينه انت وابنك دي ايه؟ وانت منتين وانت العجين مش صح؟ ما انا اهو جيت لك اهو. خير؟ خير ايه؟ ما تيجي تشوفي اللي انا فيه. بيعيط وماله؟ كل العياط بتعيط، ماله زي ما يكون حد قرصه. والنبي انا جايباكي عشان تساليني ماله، ما انا لو عارفه ماله كنت قلت لك. خلاص ما تعصبيش نفسك. يا اختي يا اختي، بسم الله الرحمن الرحيم. يما يما يما، عارفه يا ست هو يا اما جعان يا اما مبلول وعاملها. خلاص يا زينب، خدي يا حبيبتي شطفيه اكليه رضعيه، خلصيلي عشان خلقي ده. ما انا بقول لك على طول هو محتاج غذاء، يعني اللبن الصناعي ده زي قلته بصراحه، بينفخ له بطنه ويعمل له مغص زي قلته. يا ستي حرام عليكي، هو اللي انا بقوله بعيده ولا بعيده وبزيده؟ انت ما بتفهميش ولا ايه؟ ما قلت لك خلاص بح، ارحمني بقى يا ربي. انا كان مالي ومال الوقعه دي بس. ايه؟ في ايه؟ ايه الهيصه دي؟ مال الواد؟ يا حاج يا حاج، الواد عمال يعيط من الصبح، ونعم الشريف ما عارفه ماله. ده باينه عيان ولا ايه؟ ولا عنده برد؟ مش عارفه يا ربي. ولما هو احتمال عيان ولا عنده برد يا ربي، ما كلمتيش الدكتور ليه؟ ما انت معاكي تليفونه. والله من الصبح يا حاج عمال اقول لها يا ستي اللبن الطبيعي والرضاعه. حاضر حاضر، هروح اكله واغير له. خدي بالك مني يا زينبو. حاضر. امشي. لا اله الا الله يا قلبي، عين امك انت. مش لما تاخدي بالك مني انت الاول تبقى زينب وتاخد بالها. يا بني بس اعمل ايه بقى؟ انت عارف انا ماليش في الحاجات دي خالص. وبعدين يا بيبي انا قلت لك 100 مره بقى، قلت لك 100 مره انا عايزه بيبي سيتر. بيبي ايه؟ بيبي سيتر دي واحده يا حبيبي شغلتها انها تقعد بالعيال وتاخد بالها منهم، وبتاخد كل اخر شهر مرتبها. طب ما انت عندك زينب موجوده اهي، زينب سيتر. ايه لازمته بقى ندخل واحده غريبه بيتنا وتعرف اسرارنا؟ لا اسكيوز مي بقى يا حاج، زينب دي هتعمل ايه ولا ايه؟ ده هي يعني محتاسه لوحدها. انا عايزه واحده تيجي تاخد بالها من البيبي عشان انا اخد بالي من البيبي بتاعي، اطلعه واخد بالي منه واهسكه. بقول لك ايه، توحشتني قوي سميحه. مش ليلتك يا سميحة. استغفر الله. سميحة، إنما ليلتك قربت. حاج أنا كان في حاجة كده كنت عايزة أكلمك فيها. حاجة واحدة بس يا نهار، أنت تأمري. ربنا يخليك، بس انا كنت عايزاك تشوف لي حل في مدرسه الواد منى. مالها مدرسه منى؟ ما بيدوش الواد دين بقى، احنا مودينه احسن مدارس في البلد علشان ينسوه دينه. ما بيدوش دين؟ انت متاكده من الكلام ده؟ ايوه، ما هو كان بيسالني وعرفت منه بالصدفه. لا اله الا الله، انا هبعت بكره مرسي ولا شحاتة اتاكد الاول وبعدين اتصرف. ربنا يخليك لنا يا حبيبي، ويرزقك على قد اعمالك. انهار يا اختي يا عين انهار. مش عايز اوصيكي يا انهار، البيت ده عيله واحده. ها ما تكشريش يا انهار، مفيش جبهتين ولا حرب، انت الكبيره العقل. ها مصر ولبنان اشقاء وشقيقات. ماشي حبيبتي انت، ربنا يخليكي ليا. يا كم دي عسل انت. يا رب انا متجوز العسل دي، اديتني عسل يا ربي. يا اختي يصبحك ويربحك، وما بين عبيده ما يفضحك ابدا يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا يا رب يفتح الابواب كلها في وشك ان شاء الله. قول اعوذ برب الفلك. من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. الهي يا رب ما يقفل في وشك اي باب. تحب اجيب لحضرتك قهوه ثانيه؟ لا 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 ميرسي، كل لك ذوق. قليلي هو الحج عادة بيتأخر ايه؟ لا هو ان شاء الله زمانه على وصول. يا رب انا قاعد مستنيه. اتفضل يا حاج اتفضل. وسع يا عم وسع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انزل على السلامة يا حاج. الله يسلمك. اهلا وسهلا. اهلا يا اهلا يا حاج. اهلا وسهلا منورنا. معقولة يا ناء ما عاد سليم بيه هنا؟
ما دخلتيهوش ليه يا بنتي مكتبي؟ ابدا يا حاج، انا قلت له من بدري ادخل بس هو ما رضيش. الحقيقه هي قالت لي، بس انا قلت لها ما في لزوم. يا بيني وبينك القعده قدام هناء برضو ألذ بكتير. الله يحميها ويبعد عنها ولادها الحرام. لا ده انت ما شفتش ابوها بقى ألذ بكتير يا راجل. اه اتفضل اتفضل. كيفك يا شحاتي؟ الحمد لله. بقولك ايه يا هناء، هو الراجل ده هنا من امتى؟ بقاله كده هيجي نص ساعة. اه انا عارف انا عارف، هيقعد يزن على ودان الحاج يزن 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 لحد ما يخليه يوافق ويخش معاه المتاهات بتاعته. متاهات ايه دي يا شحاتة؟ وانت مالك انت، خليكي في حالك. اخصى عليك يا شحاتة، هو مش انا باجي اقولك على كل حاجة برضو؟ يو بقى عايزين اقولك ايه؟ بنته حلوة ولا عادية؟ يا نهارك اسود يا هناء، عايزين اتكلم على حريم الحاج؟ ايه يا هناء، انت اتجوزتي وقلعتي برقع الحياه ولا ايه؟ حرام عليكي، احنا مش قاصين ذنوب، استغفر الله العظيم. بس بس بس، في ايه؟ انت هتدخلني النار وانا قاعده؟ مش عايزه اعرف. وبعدين يعني يا شكلها يطلع ايه يعني؟ قمر 14 طبعا. ايوه كده. هلا. ايوه. والله انا اديتك فرصه وانت سكت. دنيا صغيره يا حاج. واللي عرفته انه في اتصال بينك وبين شريكي مروان. دنيا صغيره فعلا، وانتوا اللبنانيين تعرفوا كل حاجه عن بعض. الراجل مقدم لي دراسه عن العرض بتاعه وبيزن على الشغلانه بصراحه. يعني بفهم من هيك انك صرفت نظر عن الصفقه اللي انا كنت جايب لك اياها. انا فكرت في العرض ولقيته هيقف عليا بخساره، وانا ما بحبش الخساره. بس انت هيك بتاذيني يا حاج. هزيك في ايه بقى يا عم سليم؟ ده شغل، عرض وطلب. لما تتفق مع شريكي من ورا ظهري يا حاج يبقى بتأذيني وبتخرب بيتي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. أذيك ازاي يا عم سليم؟ الأذى ده فعل من الشيطان، وما تنساش ان انا عرضت عليك في الاول. وعشان يا سيدي ما تقولش اني بأذيك، تعال نعملها احنا التلاتة مع بعض، وهو برضو انتوا شركاء. شوف يا حاج، من الاخر هالشغلة هيدي بالزيت، يا معي يا معه. طب ضيعتها ليه من ايدك يا سليم؟ ما انا قلت لك بسيطة، خيرها بغيرها. الحمد لله، أهم حاجة النوايا الصافية. قال صلى الله عليه وسلم، عليك ما تصلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام. تهادوا تحابوا. وقبل دي من أخوك الصغير فواز. الهدية مقبولة يا حاج. ما سمحان كريستال أصلي.